قد ايه كنت محتاجة الخروجة الحلوة دي، ولو ان مش وقتها. والله اللي حصل ده يا زوزو لا كان على بال ولا على خاطر. معلش حقك عليا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ وانت ذنبك ايه يا محروس؟ ده قضى ربنا. الحمد لله طبعا، بس يعني احنا ما كملناش شهر جواز، وانت بدل ما تفرحي دخلتي في مستشفيات ودجالين ومتاهات ملهاش اخر. ما تقولش كده، ام صباح دي غاليه عليا وخيرها مغرقني، ان كان يا سيدي على الجواز الايام جايه كتير. ادعي بس ربنا يعافيها. يا رب يا زينب. يا رب. كله عشان رقصتلك. تشكر يا اخويا على الغدوه العسل دي. ده انت كنت بتاكلي في اخر جالك. خمسه في عينك وانت دافع حاجه من جيبك. الا قولولي بقى، هي الفسحه خلصت كده؟ اه خلصت. هسيبكوا ساعتين زمن، هروح اقضي مصلحة واجيبها. سيبنا فين؟ في الشقة. شقة يا انس؟ شقة يا جدع. أفخم شقة فيك يا اسكندرية. الله الله، ده صاحبك ده طلع تقيل قوي. ده لسه دافع ست ورقات بمية في الغدا. بتلنع ولا أي حد يقول الكلام ده؟ يا جدع سيبها تقول اللي هي عايزاه. أهو يلا بينا على الشقة. هنروح للشقة. هو عم صلاح رد عليك؟ يا صلاح بقى بيكنسل عليا. يبقوا اكيد على وصول. ممكن. طب خش انت صحي الحاجه خليها تفوق. والنبي خليها، ده انا ما صدقت غمضت عينيها ساعتين. عشان بس ما تصحاش من الخبط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضلي يا ستي، اتفضلي يا ستي. بيتك مطرحك، اتفضلي يا ستي. الحمد لله على السلامة يا حاج. الله يسلمك يا اخويا. ده محروس اخويا الصغير. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج. ايه يا زينب؟ أم صباح عاملة ايه؟ الحمد لله. دي اسمك زينب؟ اللهم صل على النبي، ده اسم بركة. على اسم ستنا زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. طيب اخش انا اشوفها بعد اذنكم. مالك يا زينب؟ عرسان جدال. بس لسه ما لحقتوش تعرفوا بعض كويس. اتجوزتوا بسرعة قوي. اتعرفت منين؟ حشرة بينسون. ولعيني في حمتين بس خليهم يحمروا قوي. يحضر لك الخير يا عسلية انت. اتفضل يا ست الكل. بركاتك يا ست، اتفضل. ايه اللي اتكسر يا زينب؟ 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 ايه اللي حصل يا زينب؟ 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 زينب، زينب،
زينب اللي حصل زينب بيني اغمى عليه اولني محروس انت وقعت كده ازاي تعالي اعرف على مهلك يا زينب حزب الازاز على مهلك ايه اللي حصل ايه ده ها مالك يا زينب سيبني من اوله بس مالك انت ليه بتتنفضي كده يا زينب يمكن عشان تخت عشان ما اكلتش طول اليوم وما اكلتيش ليه يا زينب معلش محروس ما تاكلي يا زينب انا كويسه طيب نروح لدكتور اخرج انت لسه تبرع عيب ما تولع الست يا زينب انا مش هسيبك ما ينفعش تسيبها ده لوحدها يا منصور اخرج لها يعني انت كويسه انا كويسه والله عشان خاطري اخرج أنا غلطت. كانش ينفع أقتل الواد اللي كان خطيبها ده. أنا يا رب البيل اللي اختصت في أعرضه. هو الكاس طلب معاك نكد ولا إيه؟ في إيه يا عم إيه اللي فكرك بالكلام ده؟ ما تخلينا في الحلمة اللي إحنا فيها. هو صاحبك سابنا أساساً وراح فين؟ أختك هي السبب. عشان اتجوزتها. فهي سابتني وطفشت. اهو احنا اللي تنيلنا بنيلة عسلية هي اللي نفدت يا ترى لو قابلت عسلية هتعاون معايا ازاي؟ يا خدتك يا راشد بتفكر في ايه دلوقتي يا اخويا فكر في نفسك بتفكر في عسلية؟ طب عليا النعمة انت لو خرجت دلوقتي وشافوك ليقفشوك ويشنقوك يا ريت احسن الحياة ما تلزش قوي يعني. تعرف يا فتون؟ ايه يا اخوي؟ انا عمري ما اتمنيت حاجة بجد وحصلت. عارفة. تلاقيك يا اخويا كان عليك ندر وانت صغير وما وفتوش. والنبي انت ما عندكش دم. مساء الفل عليكم. انت اتأخرت ليه يا اخويا؟ معلش اتأخرت حبتين كنت بجيب لك هدية يا رب تعجبك. هدية؟ هي مش موضة قوي بس لو اتلبست تحت الهدوم تقضي الغرض حلوة يا اخويا ايه رأيك؟ حلوة يا قوي يا قادر يا قاهر يا منتقم يا ظاهر انصرني انصرني وقدرني على كل عدو من الجن والإنس العون 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 احضروا وبينوا احضروا وبينوا يا معاشر الأرواح الطاهرة الزكية انزلوا على عمار هذا المكان بالطيبة والهيبة والوقار والسمع والطاعة يا صاحب اللطف لطفك بينا يا صاحب اللطف لطفك بينا يا صاحب اللطف كرمك علينا يا صاحب اللطف بارك الله فيكم وعليكم بارك الله فيكم ديانتك ايه؟ عشيرتك ايه؟ وحدك؟ ايوه يعني قد ايه يعني؟ طب ليه اذيتها؟ ابعد لاذوك تعال هنا صلاح ابعد ابعد لاذوك احمونا
احمونا يا لطيف اللطف، احمونا يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف. يا لطيف اللطف اطلبينا في مكان، يا لطيف اللطف اطلبينا في مكان، في مقدمة اطلبينا يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف، يا لطيف اللطف. يعني انت يا انس حاضر اللي بيني وبين علي وخوفه عليها وان انا عملت اللي عشان اجيبها جنبي تقوم تشيلها بودره؟ يا بني ادم افهم، مين اللي هيتجنن في دماغه ووقف ست زي القمر كده وقلعها دومها من الباب للطرق؟ وبعدين كلها 3-4 ساعات وتوصل في السلامة وتقفش التلات بواكي. يعني انا هسافر لوحدي مش هركب معاك العربية؟ صح. لا 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 لا، انا هلبس انا البتاع ده وقابلك في اي حتة ادهولك. تقابلني فين يا عم؟ اتحط في مكانك انت، لو خطيت خطوة واحدة هتتقفش وتروح في داهية. اللي اقول لي بالصلاة على النبي، هي البتاعة دي فيها قد ايه؟ بص لي يا ست، الموديل ده فيه 40 جيب، كل جيب فيه كيس ب75 جرام، يعني انت هيبقى حضنك 3 كيلو حلاوة. 3 كيلو بودرة؟ وعايز تديني 3000 جنيه؟ ليه؟ هو كيلو البودرة بكام؟ ما تزغرتي بالمرة وتجيب لنا البوليس. فتونة انا خايف عليك من المشوار ده. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ بقول لك 3000 جنيه قليلين. الصراحة. طب ما اكلم صاحبك. ولا جنيه زياده، ده مبدا عندي. بعدين قوم البسيه وادعي انه يجي على قدك. يلا يا قمر. المكتفين اجداد قوي وغضبانين عشان وقعت على واحد فيهم. طب هنعمل ايه بقى في المصيبه السودة دي؟ انا عندي اللي صالحنا عليهم، بس عقبال ما استدعيهم نتفق فيها كام يوم كده. غضبانين ايه ووقعت على حد؟ أنا مش مصدق الكلام ده صراحة. ما احنا البني آدمين كده جهلة، ما بنصدقش اللي بنشوفه بعنينا. طب يا ستي، عشان يحصل اللي انت بتقولي عليه ده ويتم الصلح مع الجماعة دول، ايه المطلوب؟ عايزة بخور بس غالي شوية، ب5000 جنيه. ليه؟ أقول لك عليه وتجيبه أنت ماشي، تديني فلوس وأجيبه أنا ماشي، اللي أنت عاوزه. طب أنا عندي حل كويس. أدي لحضرتك دلوقتي 3000 جنيه ولما يكمل المبلغ أكملهم لك الخمسة. تبقى تجيب أنت البخور. دي حاجات غالية وتمنها بيدفع مقدم. أنا لسه ما اتكلمتش على أي فلوس ليا. خلاص يا حاجة صلاح، اديني دقيقة أروح أجيب لك 5000 جنيه. أنا هاجي معاك يا محروس. استني أنت. بص على مراتك. هي أم صباح. خير إن شاء الله. مبروك عليك الجوازة التانية يا عسلية. الصلاة على النبي. بتفصل عليك بالمل بس تقيل وزي الدهية ومحدش يقدر يستحمله. قولي بقى والنبي يا اخويا، احكي لي المشوار واحدة واحدة كده. هو احنا هنحكي في المحكي؟ ما اكتبه لك في ورقة احسن. جرى ايه؟ فتون، لو مش هتقدري قولي لي. ليه شايفني غرقانة في عرقي ولا ركبي عمالة بتخبط في بعض؟ اديني نمرة الراجل بتاع رمسيس عشان مش معاي. هو اللي هيكلمك. طب ولما توصل مدينة السلام ايه اللي هيحصل؟ التاكسي هيوصلك لحد الشقة، هتطلعي دقيقتين تقلعي الجيلي وتنزلي، التاكسي هو هيجيبك للشقة عندي. شقتي دي اللي هتطلع تقلع فيها؟ اللي هتستلم منك اسمها سيدة. فتون، أنا عايزك هادية وراسية. الحكومة عادي ممكن تطلع القطر ولا يهمك، أنت برنسيسة ومحجوز لك درجة أولى. فتون، خلي بالك من نفسك. يا أخويا هو أنا رايح أحارب؟ قطيعة بلا نيلة. سلام عليكم. سلام يا وحش. جرى ايه يا أنسي؟ جدع راجل يعني. شيل حديد. أبو سيدك يا كوثر ما توضحنيش. خمار. بسم الله ما شاء الله. ايه الجبروت ده يا بت؟ تتجوزي واحد وانت على ذمة التاني. اسكتي يا كوثر اسكتي. انت هربتي لما راشد قتل الونش. اسكتي بقولك اسكتي. هسكت بس قوليلي، الناس دي دفيعة ومعاها فلوس؟ ما انت هتاخدي 5000 جنيه، عايزة ايه تاني؟ ال5000 دول علاج سلفتك، اما علاجك انت بقى فمعايا انا ب25000 جنيه يا حبيبتي. علاج ايه؟ علاج ايه؟ علاج الفضيحة اللي هعملها لك قصادنا سايبك الجداد يا عسلية. أنا هجيب لك 25000 جنيه منين؟ من جهنم، أنا مالي؟ أنت
طب استني عليا اسبوعين بس، هضحك عليه باي كلمه عشان اجيب لك المبلغ. اسبوع ولو ما جبتيش الفلوس يا حبيبه قلبي هقول له جوزك على المستخبي كله يا عسليه. أول مرة أعرف إن في الخور بخمسة آلاف جنيه. يلا المهم توقف على رجليها بالسلامة. أيوة يا معلم أنسى. تليفونها اتقفل. يا معلم القطر وصل في ميعاده. أنا دخلت لحد رصيف وشفته. خليك في مكانك وما تتحركش. أكلمك تاني. سلام. البنت اتمسكت يا أنسي؟ مسكتش. أنا سامع المكالمة مع الواد. تليفونها هتقفل أول ما وصلت المحطة، يعني الحكومة مسكتها. علي لما يخرج هيصلخ وشي. المرة دي طمعت في اللي شايلها يا راشد. مستحيل. في توم ما تعملش كده فيا. إيه يا عم؟ ما توحد الله كده. ايه مالك؟ اجيب لك ميه؟ لا ما تسيبنيش انا بكلمك، خليك مؤدب. سيبوه يلا. ماشي يا علي، يلا بينا. تعال تعال عادي عادي عادي، ده عشان لسه انت في الاول. عادي عادي، انا حاسس بيك، حاسس ان في حاجة خلقك من جوه، صح؟ ابلع حزنك، ابلع الحزن اللي انت فيه. واقول لك عيط، عيط براحتك بس من غير دموع. الدموع دي ما تبانش وما تنزلش. فاكر السجن اللي احنا فيه هو ده؟ السجن تسجن كل حاجة جواك، دموعك، حتى صوتك، أي حاجة وجعاك. ما يصحش تبان قليل في السجن، ما يصحش. ضعفك داري، قوتك وريها للناس، فاهم؟ فاهم؟ بس عارفة يا زينب، الست اللي اسمها كوثر دي خطيرة جدا والله. شفت عرفت ازاي ان احنا متجوزين جديد؟ ست عجيبة جدا. ولا شفت لما كانت بتتكلم مع الجماعة اللي لابسينهم صباح؟ لا 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 لا، الحكاية بجد، الست دي بتعرف صح ولا ايه؟ ممكن. مالك يا زينب؟ انت تعبانه؟ انا ممكن اقعد النهارده ما انزلش. لا لا، روح شوف وراك ايه. ده ربنا سبحانه وتعالى قال: وقل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طيب انا مش هغيب عموما، هدفع بس تامين العربيه وتاني جاي. انت هتروح لام صباح؟ انا هحضر الغداء الاول واروح لها. طيب. محروس، خد بالك من نفسك بقى. حاضر، انا عايزك انت اللي تاخدي بالك من نفسك. الحمد لله يا رب، رزقتني بملكة جمال وعندها الإيمان ده كله في قلبها. طب أعمل إيه؟ أروح فين؟ ربنا يخليك ليا يا زوزو. يخليك يا محمد. تعملي لك معايا هريسة؟ حبيبتي.
شفتي؟ نسيت المفاتيح. انت اللي يبص في عينك انت نفسه. يلا حبيبتي، السلام عليكم. صباح الفل يا باشا. معلش اني بكلمك في البدري، ربنا يوسع عليك ما يأمر عليك ظالم. بقولك يا باشا، مفيش شيلة جامدة كده اعترتوا فيها كام ساعة اللي فاتوا دول؟ ست ودي اتمسكت بيه. لا ترمضوا لي ايه؟ لا 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 مش هي. ماشي يا عمهم، صباحك رزق ان شاء الله. بس والنبي لو ظهر قدامك حوار زي اللي لغيتك عليه ده بقى لغيني. ماشي، احنا معادنا اول الشهر ان شاء الله. سلام يا عمهم، الف سلامه. بقول لك يا عم انسي، هو اللي انت كلمته ده بيخدم فين؟ في مكتب المكافحة ذات نفسه. سكة من اتنين يا راشد ملهمش تالت. البت دي طمعت في الحاجة وهي في القطر، الشيطان وزها وقالت تخلصها من لكن نفسها. السكة التانية تكون متفق مع البت دي وعايزين تأكلوني اللي ما يتاكلش. لا وعهد الله اللي في دماغك ده ما حصل، ولو فتون هي اللي عملت كده يبقى ضربتنا على علينا احنا الاتنين. مش مصدقك بس ماشي. انت كده كده بتاعي لحد ما اتاكد انك ما بعتنيش للبت دي، وهجيبها هجيبها هجيبها، كيس واحد من اللي معاها يطلع. ولما اجيبها هي اللي جابته لنفسها بقى، هعمل لها ايه؟ ماشي، انا مش هفكك غير لما ترجع. امرح، عايزك تبرطع. سلام يا برنس. منك لله يفتون، منك لله يفتون. ايوه 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 حاضر. اوف، صباح الخير. في ايه؟ هي الساعه كام؟ داخله على 10. وايه اللي جايبك يا فتون الساعه 10 الصبح؟ خير؟ ايه قله الذوق دي؟ هو انا كنت بايته في حضنك؟ طب والله العظيم انا ما نمت من امبارح. ما نمتيش من امبارح؟ طبعا، ما هي دي الشغلات اللي بتنيم الناس وش الصبح. طب بذمتك مش الشغل عند فاضل كان احسن وانضف؟ على الاقل هو فنانه راحت، الفنانه جت، بدل الرجوع وش الصبح ومحدش عارف جايه منين. هي الامخاخ الوسخه اللي زيك دي هي اللي بتفكر كده. يا اخي انا كنت في قهوه في وسط البلد قاعده على كرسي خشب لحد ما عظمي نشف. ما عندكش حاجه اصطبح بيها؟ هو انت ما عندكيش دم؟ استباحة ايه؟ اللي يخلي واحدة زيك تسيب بيتها وتروح تبات على كرسي في قهوة في وسط البلد؟ تصدقي وتأمني بالله أنا غلطانة، غلطانة إني أول ما فكرت أروح لحد جيت لك أنت. ما أنت عيلة إلا وهتودينا في داهية. أوديكي في داهية. واضح من كلامك إنك عاملة مصيبة. خير يا فتون؟ في إيه؟ هاتي من الآخر. اسكتي يا بنت. أنا عملت غرزة شقاوة كده بس هتنقلني نقلة تانية خالص، بس هي محتاجة شوية تظبيط. هتعملي لي قهوة ولا لأ؟ طبعًا أعمل لك أحلى قهوة يا حبيبتي من عينيا. طبعًا، والغرزة اللي حضرتك غرستيها وجاية بيها غرزة شمال. شمال الشمال؟ أنا كان قلبي حاسس إنك ما بيجيش من وراكي غير الغرز الشمال. بس خلي بالك يا فتون،
الشمال بتاعك بيجيب في رجليه البوليس اللي بيجرجرنا على الاسم ويبهدلنا. خلاص يا فتون وقولي كنت جاية وعايزة ايه. انطقي يا زفتة. عايزة ايه؟ هو بعد اللي انت قلتيه ده انا هقولك حاجة، ده انا هفكر اذا كنت احكيلك ولا ما احكيلكيش. بس الموضوع ده عايز قلب جامد وحد ما بيهموش حاجة. وبعدين انتي لما مؤاخذة يا غنوة يا اختي مالكيش غير في الحنكرة والبسباسة. لا يا حبيبتي الشغل ده انتي اللي تعرفيه. انا اخري اشرب كاسين واسكر. اوكي اخد لي سجارتين فيري جود، وممكن اخرج واتبسط لي يومين اعمل شوبينج حلو واتبسط، بس ما اخدش فلوس. حد الله ما بيني وبين الفلوس، والحكومه ما بتحاسبش حد على انه بيصاحب. انا عارفه انت بتبصي علي عشان خدت فلوس من فاضل ده لاني شغلتك عنده مير، يعني زي اي سمسار. يعني من الاخر كده انا عم على وش الفتة، انما غوص فيها نو. اوكي تصدق انت بوظتي الفتة على اللي بيحبوا الفتة. عندك حق انت ملكيش في حاجة خالص. ايوه ما ينفعش في ايه. ما تخلصي يا فتون وتجيبي اللي في بطنك بدل ما انت معلقالي الطعم في الهوا كده. انجزي وقولي عايزه ايه. انا اتخطفت من 3 ايام. اتخطفتي؟ مين اللي خطفك؟ فيك ايه يا بت؟ انت جسمك مورم كده ليه؟ ما تنطق. لا ده انت دماغك بتدور فيها حاجات كتير قوي وغويطه لدرجة انك مش سامعاني اساسا. سامعاكي. امال في ايه ما تنطقي؟ في ان انا كنت عايزة حد يفكر معايا. انا ما ينفعش اغلط. انا مش هتربى عليا الدنيا اكتر ما هي متربقة. انا مش فاهمة حاجة يا فتون. ولا عمرك هتفهمي حاجة. مش مهم. لو حد سألك عليا اي حد، انتي ما شفتنيش يا اختي. اخر مره شفتيني وما كنا في الاسم. ماشي سلام. سلام يا فتون. زينب زوزو انت فين قطتي؟ حاجة زينب. زينب 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 يا صلاح يا صلاح.